يا ميد أهلا وسهلا في طائرة سعيدة وفقرة هدرة على الماشي اللي بنقتنص فيها لحظات معينة ومختلفة من مجموعة من الشخصيات اللي بنلاقيها ونتعامل معاها ونتعرف على كل التفاصيل الموجودة في حياتها. حالة اليوم حالة خاصة جدا جدا جدا، نحط كده ثلاث خطوط على جدا جدا جدا، لأنه معنا شخصية رائعة حابين أن احنا نستضيفها اليوم، ومن خلال الكلام حتفهموا ايش معنى حالة خاصة جدا جدا. خلونا نتعرف مع بعض على ضيفنا في فقرة اليوم هدرة على الماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. عرفني باسمك؟ العزي محمد عبد الله مرشد غالب المنصور العقاب. العزي. العزي. حياك الله، كيف حالك؟ كيف أخبارك؟ الحمد لله. كيف الدنيا معك؟ الحمد لله كل الأمور ماشية إن شاء الله بخير وسلام وعزة وكرامة. إن شاء الله. إحنا طبعا اليوم في فقرة هدرة على الماشي حابين نتعرف عليك، أول شيء نعرف إيش تشتغل. أهلا وسهلا فيكم، أنا رئيس قسم كنت في مطار تعز. واشتغلت رئيس ومسكت رئيس قسم إطفاء وإنقاذ في مطار تعز. إطفاء وإنقاذ. ورجل سلامة. ورجل سلام. أها. أو رجل سلام أو رجل إنقاذ. رجل سلام. رجل سلام يبحث عن الأمن والسلام والأمان. والإنقاذ، إنقاذ الناس من الظلمة إن شاء الله بإذن الله بعد أمر الله من الظلمة إلى النور. إن شاء الله. إلا بإيدي ورقة تخرجهم إلى النور. بيدك ورقة تخرجهم إلى النور. هي الورقة التي قريتها. أنا أشوف الآن إيش الورقة هذه اللي موجودة معك. هي بنك العقاب اليمني الإيماني المنصوري. هو. لحظة عيد عيد. بنك. بنك العقاب اليمني الإيماني المنصوري. شوفوا الخمسة الأسماء هذه مضمونها رجل يبحث عن السلام. طيب كذا وريني الورقة اللي معك. معاه ما شاء الله شنطة بيحمل مجموعة من أوراق، حاولنا نشوفه ونتعرف عليه بعد ما لقيناه يتجول في شوارع محافظة تعز. مثل ما قلنا لكم حالة خاصة أو استثنائية في هدرة على الماشي، بغض النظر عن طبيعة الشخص اللي أمامنا، بغض النظر عن أسلوب حياته تفكيره، في الأخير يهمنا روحه النقية الطيبة والهدف اللي بيسعى له دائما وأبدا. طيب الآن تشتغل مع مين رجل سلام؟ أنا أشتغل بعد أمر الله، وأنا أعتبر اليمن، وأنا أتحرك في مهمة رسمية. يتحرك في مهمة رسمية؟ مهمة رسمية والمذكرة موجودة. مهمة رسمية، من وين المهمة؟ من كلفك؟ ما فيش تكليف، في كلام وفي داخل المطار. وأخذتها كإضرابات نفسية. إن الموجودة، الحالة الموجودة، يلعبوا بأفكار الناس، يدخلوا الناس بسياسة كذابة، تواها، لن تعطي للإنسان حقه. بس فلان زعطان وعبادين أوثان، إحنا بعد فلان، إحنا بعد زعطان، وفلتوا حق الله وحق رسول الله. طيب ما علينا إحنا من السياسة، نشوف الورقة اللي موجودة معك حاضر. علشان نشوف إيش الورقة اللي بيحملها وإيش معه. ملف موجودة. مجموعة ملفات أوراق بيوزعها في الشارع في المدينة. بيقول إنه بيشتغل في مع مندوب في الأمم المتحدة، وظائف كثيرة خيالية طبعا. من طفولته. من طفولته. هو طفل الأمم المتحدة. طفل الأمم المتحدة. طفل الأمم المتحدة وهو ابن السويد. طيب نشوف الورقة اللي موجودة معاه ونتكلم. يعني الآن أنت حالياً إيش؟ يعني تشتغل في بناء السلام، يعني الآن أنت تزرع السلام. بالضبط. طيب إحنا طالعين أمس قبل صبر، قلت لي قبل صبر حقي. قلت لي إنه قبل صبر حقك. أنا مطالب، أنا مطالب بحقوق. لأن أتحرك رحت شرعب. ورحت السلام ورجعت التربة ومن التربة طلعت صبر. طيب أمرح. ما دخل قبل صبر وقبل صبر حقا، لأنه بعد 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 إيش؟ بعد مثل ما تقولي بعد الفوضى. يعني رجل السلام والأمان أي منطقة أمسحها تحصلي فيها الحياة. صحيح جدا. طيب أي منطقة تبث فيها الحياة تقول إنها حقك خلاص. لا أنا ما معيش حق. الحق إن أنا أدي الحق لحقه. أيوة. أيوة. أقول حقي أنا. أيوة. كمواطن يمني واليمن، اليمن بكل فعل، أقول لك اليمن أنا. ركزوا يا جماعة، مش قلنا لكم حالة استثنائية وخاصة، ومع ذلك يعني ربما يفقد الكثير من التفاصيل، ربما يفقد الكثير من المعلومات، ربما يفقد الكثير من الأشياء المختلفة، لكن حب اليمن ما زال في داخله وفي ضميره. الحين هذه إيش يا أستاذ عقاب؟ هذه قيادة، شهادة قيادة سيارة. أيوة. طيب أنا أشتري الورقة، أنا أشتري الورقة حق أمس اللي قلت فيها هذه. هذه الظرائف وعقاب. ها ايوه هذه اللي اعطتني هي. هذه الظرائف وعقاب. هذه طبعا يتكلم فيها عن قصه حياته بتفاصيل قد تكون حقيقيه قد تكون خياليه. شرح لنا كثيرون ان معظمها. وهذه حق بنك العقاب. ايوه. طيب ايش اللي انقذته بحياتك؟ والله انقذته بحياتي كله، هذا هو بنك العقاب. بنك العقاب. أيوة. 100 ريال من كل إنسان. 36 بالسنة يجي يستلم 3 مليون.
2 مليون حقه ومليون حق حكومته. تمام. يفعل له اي مشروع، ليش لا نلحق القات حقه حق راحته حق لقمته. يعني انت تهم الناس بالقات؟ راحته، راحته لازم ياخذها، لكن حق الله يتقبل يكون الى الله لانه طيب. ثري. متزوج؟ لا، لي 20 سنة ما في. وين زوجتك؟ قد طلقتها. وتزوجت يمنية؟ اتزوجت يمنية من سيعة. ها؟ كانت من سيعة من بيت المحل. مع انه وقت قلت لي تزوجت فيتنامية. ايوه مريسية. ايوه. وامه من اندونيسيا. ايوه. طيب من حبيت اكثر اليمنية ولا فيتنامية؟ والله كلهن كان قلب واحد. يعني لو كلهن قلب واحد ما كنتش فلتين. والله يوم كنت يمني ويوم سوبر فيتنامي، وكنت اقول لهم وين بدر عزيز؟ قال لهم عند السوبر. وين بدر عزيز؟ عند البلدي. وين كلهن؟ روح واحد. طيب ليش سبتهم بالاخير؟ مش سبتهم، الاقدار ولا زي ما تقولي الاقدار، الام ارحم الراحمين، يريد حاجه لشيء أن يقول له كن فيكون. إذا أرادنا الله بالتسخير وبالسلام وبالأمان وبقيام المحبة والمودة لليمن فإحنا بننفذ هذا المحبة. طبعا هنا في موجود معه برنامج نظام معين ويجب على الشعب أن يقوم بترشيحه، وفي حال دخول البرلمان أنه سينفذ أجندة معينة. قد تكون هذه طبعا هي مطالب الإنسان البسيطة التي إذا لم يستطع تحقيقها على أرض الواقع فإنه يلجأ أحيانا كثيرة إلى الخيالات ربما لتحقيقها. طيب كم عندك أولاد؟ عندي 7. 7. وبنت ماتت اسمها أسماء. أسماء. طيب وإحنا قاسم بندردش معك، كلمتني إنه في معك أفلام، أنت كتبت أفلام أجنبية. أكثر الأفلام. أكثر الأفلام الأجنبية. أكثر. والهندية. والهندية. كتبت أفلام هندية. موجود من الفيلم الأخير هذا يعني. حقه. وبعدها أسميهم. أسميتهم. شريخان هذا ابن اليمن وابن الهند. شريخان ابن اليمن. وابن الهند. والله وابن الهند. ليش مو يمنية؟ الله يعلم. طيب ليش قلت شريخان ابن اليمن؟ شوفي لما يكون واحد تايه عن حاجة ويشتي يجمع يقول لك السياسة من الله التسخير ما فيش إلا. أنت ربشتني، ما دخل شريخان باليمن. ابن اليمن. من أين ابن اليمن يا؟ والله ابن اليمن. من أين ابن اليمن؟ ما شفتوش يصلي في المحقة ذاك ويتنا. لا أيوة معناته قد من منطقة انتشر. ما لو صلى معناته قد يمني. لا الاختبار والدراسة بعد فيلم المرتزقة. قلت لهم الآن عليكم تدرسوا رسول الله عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. إذا حبيتوه فقولوا لي أهلا وسهلا، إذا ما حبيتوه سنة رسول الله ورسول الله قولوا لي وقف. طيب. انتشر أول سؤال. تفضل. انتشر بعد المرتزقة كل واحد انطلق بقعة، أرنولد انطلق بقعة، هذا كان القائد حقه يعتبر الثاني، والممثلين الثانيين برضو بقعة. جت لي أخذ حقه المسؤول وانطلق. طيب آخر فيلم هندي كتبته؟ هذا الفيلم الأخير. إيش اسمه؟ يايا. يايا؟ لا. كنت شرقا مايا؟ لا، قلت السالة مايا. مايا وفي في والله في فيلم مايا؟ مايا يا جماعة كتب فيلم اسمه مايا. مايا صح والله. الفيلم الأخير هو من الدائري. من الدائري؟ من الدائري. وهذا هندي؟ الجزء الثالث. هندي ولا يمني؟ هندي. هذا هو. الوليد. الفيلم الثالث هندي اسمه فيلم من الدائري. هو سميته الممثل الجديد ابن جاكي شروق. سميته ابن الاسلام. ايوه لان افلامه الاخيره كلها منطلقه قد الاسلام. شوفوا رغم احيانا نشتت في الانسان لكن ما زالت كلمه الاسلام، اليمن، الحب، السلام، الموده بالضبط. موجوده في صفات هذا الرجل الطيب والرائع. الله ينور قلبك. الله يطول. طيب امس قلت لي انك تتكلم لغات او هذه مش لغه. طيب فاليوم احنا جالسين بنتكلم، قلت لي أيوب طارش أول من انطلق انطلق من عندكم، مع إنه أيوب طارش علمه جدي. علم لا تحلمش جدي اللي علمه. هو علمه جدي وقد كان يدق بالعود. أيوة إيش كان يجي يعمل عندك في البيت؟ أقب البيت بالزو والطرح وجلسنا وغني أغنية في البيت أول حاجة. إيش من أغنية غناها؟ مقدنا هو أحلى أغاني دق القاع دق بالبداية ولا أغاني. غني لي طيب سمعني مقطع معين. لا حاول حتى مقطع عشان نصدق إنه مثلاً جا كان جدو أيوب. دق لا تمشي لا واطي القلب حقه ما دامت سالة. أنت لمن تسمع من الفنانين؟ أكثر فنان تحبه؟ كنت أمشي بسيارتي هذا عبد الحليم أهواك واتمنى لو أنساك وانسى روحي وياك وانباعي يبقى فداك لو تهواني
لو تهواني. تهواني تنساني معلش عارف. لا تهواني. ابو بكر سالم بن فقيه يعني كان اروع الاغاني في شوارع تعز. ايوه. سيارتي كان احلى احلى الاغاني. طيب من المواقف الجميله هذه، هل صارت معك مواقف حزينه؟ ايش اكثر حاجه توقعك في حياتك او وقعتك في حياتك؟ يبعد الله. ايش اكثر شيء وقعك في حياتك؟ كل حاجه، حتى لما حصل الانسان عزيز عليها وبقت على حاجه ولا حاجه تاذى. كيف علاقتك باصحابك؟ يعني احبهم ازيد من اي. هم مخلصين معك؟ جدا، في اي مخلصين مختفين ما اعلم بهم الا الله، والله يعينهم وينصرهم دائما. يعني واقفين معي بكل الوسائل. طيب والله. طيب، اذا مثل ما كلمناكم مجموعه من الاشياء والتفاصيل الكثيره اللي مش قادر يحققها في حياته، لكنه يلجا دائما الى الخيال احيانا لتحقيقها. ان شاء الله ربنا يعطيك العافيه والسلامه، هذه حقك الاوراق ان شاء الله تتوفق وتكون مندوب الامم المتحده ورئيس العالم هذا كله. الله طيب وتنشر السلام، ربنا يحفظك ان شاء الله. هذه لفته بسيطه من برنامج طائر السعيده من فقره هدره او دردشه على الماشي. ربنا يحفظك ان شاء الله، نشوفك على خير. الله طيب خاطركم ويخجل اعداءكم. امين. ويبارك برزقكم.